مساء الخير، شعنين مباركة وينعاد عليكم بالصحة والفرح. بالعودة لطقسنا ربيعي متقلب نسبياً عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 18 درجة، ومن المنتظر أنه يتأثر طقسنا بدءاً من الثلاثة المقبل بكتل هوائية حارة جداً متوجهة من صحراء مصر. رح ترفع درجات الحرارة لأكثر من 30 درجة يوم الأربعاء وبتستمر حتى مساء الخميس، وبتنحسر نهار الجمعة العظيمة مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة. تابعوا نشراتنا لنوي فيكم بآخر المستجدات، خصوصي أنه طقس نيسان متقلب حرارياً وعم تفرق الحرارة أكثر من 15 درجة بين يوم ويوم. الليلة طقسنا غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون ضباب كثيف على المرتفعات، وفي احتمال لتساقط أمطار متفرقة بالمناطق الشمالية. لبكرة التنين بيبدأ أسبوعنا بطقس غائم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وغطيطة قوية على الجبال خلال فترة الليل. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 841 مليمتر، السنة الماضية 630، والمعدل العام هو 850. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 17، على المرتفعات 8، بالبقاع 5، وبالأرز درجتين. نبقى بجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية بينه 18-17 بزغرين، جبل محسن 20، العقورة 12، عرسال 16، بكفية 16-23 ببعبدة، المختارة 15، الدمور 23، وسور 21 درجة. رطوبة تتراوح بين 60-80%، حرارة سطح المي 18 درجة، وسرعة الرياح تتراوح بين 10-40 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار التنين بتتراوح بين 17-23 درجة، التلاتة بين 23-26 درجة، والأربعة بين 27-30 درجة، وعم بيكون الطقس غائم. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. جولتنا بتبدأ مع الكويت و 34، عمان 23، القاهرة 29، الجزائر 18 درجة، ومننهي الجولة مع أثينا 20 وروما 22 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.